جولة للمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في قضاء جبيل، والنائب سيمو أبي رميا يشدد على أنه لو كان سد جنة منجزا لكنا وفرنا الكثير. جال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران على عدد من قرى بلدات قضاء جبيل. تم في خلال الجولة افتتاح بئر حبوب والخزان الجديد في نهر إبراهيم والكشف على شبكة المياه في كفركدة وأعمال صيانة الخزانات وإنشاء التصاوين لحماية حرم خزانات مارجرجس بلاط وطلبان ومستيتا. وفي ختام الجولة أقيم احتفال في مبنى بلدية نهر إبراهيم شارك فيه عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمو أبي رميا. بدي نستغل هاللحظة لأقول نحن لو كان عنا سد جني من 3-4 سنين كنا عم توصلنا المي 24-24 وما في حاجة. ومن هون بدي أقول الله يغفر لكل يلي عرقلوا هيدا المشروع، ساعة لأسباب بيئية وساعة لأسباب سياسية وساعة لأسباب مالية، الله يغفر لهم لأنه يمكن لو هيدا السد أبصر النور ضمن المهل اللي كان متوقع لإله يعني بال 2015 كانت قضاء جبال عم تنعم اليوم بالمي، وكانت أكثر من المي عم تنعم كمان بالكهرباء نظيفة من خلال المشروع يلي كان رح يصير على سد جني. وحرص أبي رميا على التشديد على أهمية ما تقوم به مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. جان جبران عنده فكره السياسي وعنده ولائه السياسي، بس بعتقد كل يلي تعاطوا معه بيومياتهم شافوا من خلال جان جبران بإدائه الإداء الوطني الإداء الخدماتي يلي قاله هو إنه المي هي حياة. نحن بنعرف إنه هو ابن الإمام وبيحب يعطي الحياة لكل من يطلبها. أما جبران فشدد على أن الثورة الحقيقية تكمن في إرادة الإصلاح الفعلية بالدولة. مثل ما قلت ببلاط بالدولة يا ريت مثل المشروع الخاص مش فأس سر الأشياء، تتاخذ قرارات تاخذ شهر واثنين وسنة وسنتين تتنفذ. متعهدين اليوم نحن بحالة صعبة، متعهد اخذ مشاريع على 1005 صار على 4000 دولار، يعني نحن قاطعين مرحلة صعبة، ولكن العم ينجز رح يضل ينجز. نحن مصرين، نحن مستمرين، نحن عنا تشبث بهالوطن، نحن عنا إيمان بهالوطن، نحن الثورة بالوطن. نحن بلشنا الثورة من سنتين، نحن ثورة المي، ثورة الخير، ثورة العطاء، نحن ثورة الإنتاج، نحن ثورة الفعل، نحن الثورة، نحن اللي بدنا نصحح، ونحن مع كل واحد بالثورة بده يصحح، واللي بده يعمل ثورة بده يكون مظبط وضعه بالمي، منه سارق مي، بده يعمل ثورة بيكون دافع عجار المي، بده يعمل ثورة مش على الفيسبوك بيكتب ما عنده مي، بيطالبنا مرة واثنين وثلاثة وبعدين له حق يكتب انه ما عنده مي. نحن الثورة وانتو الثورة، نحن ثورة الأوادم. وكان تشديد على أن مشوار الإنجازات والإصلاح مستمر مع التذكير بالخط الساخن 17-13 الذي وضع في خدمة المواطنين طيلة أيام الأسبوع لتلقي أي شكوى أو التبليغ عن أي عطل يطرأ.